مساء الفل على مشاهدي قناة النادي الأهلي، يا مساء الفل وحلقة جديدة من الأهلي خط أحمر لكل مشاهدي نادي القرن. مساء الفل يا فارس. مساء الفل يا أسامة، وإن شاء الله بإذن الله يكون أسبوع انتصارات وفترة انتصارات نكون سعداء فيها وجمهورنا يسعد معنا في الأهلي. احنا عندنا بكرة إن شاء الله مباراة المقصة، وبعد مباراة المقصة لا صوت يعلو فوق صوت المباراة النهائية بإذن الله إن شاء الله السبت القادم. النادي الأهلي بإذنك يا رب يكون بطل دوري أبطال أفريقيا.